الطبابي مزغنغان وبالضبط في مركز التروي الطبي لجمعية الأمل المعاقين مزغنغان. ما باش نسن أنه أمور كبار يصير فيش نفرح الطام قرامة الساكنة مزغنغان يتشنيت جلالة الملك السنة يعدون وبالضبط في 13/9/2011 ونشينا كجمعيه الامل المعاقين نستطيع ان نغوص المجهودات لنا انه نستفد المركز الترويض الطبي وإيديوسين في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه وبمشاركه المجلس البلدي مزغنغان والمجلس الاقليمي. تأسس في 99 وتوغان تسجيلات الطاس للمنخرطين إحداج الترويض الطبي ومشني غامزواس سيد زمع الجمعية النغ أنه كمجهودات نحاول أنه أنفرض أني أغان غير يجي المركز ما حند المنخرطين غان غير إحداج الخدمة الترويض الطبي غان غدا سندان تسجلن ذنيناتي والحمد لله بفضل مجهودات صاحب الجلالة وانت تشعر انه عامل اقليم كان يجن مجهود دامقرا انه دي حولا انه استطاع ادق ديويدا الترويضة الطبية وحاليا انه دي نجل اقبال دي تسجيل دامقرا غانق دي الجمعية سيلة الاطفال اخسن اذكن الترويض الطبي. مش زق ما يعرف من المركز إذا سجل غير جير مش ديما سن شيء ما في حنجها معاقة خوض مش خاص زق ما يعرف مش أنت تنتسق سداني تول وغدنا غير كنترويد خصنا تتعز إيش نخسر تسكن وضع كنترويد يثاون سيدنا يعرف من المركز يجهزيت كل شيء الحواجز نص مرة سيد من غير يصير خد من دانيتا مش خصنا وضع كنترويد يثاون مش زدق غدا أنت كوزغن غني وتصق وزما وضح بنا ضع كنترويد يجير أبي أخي الطاس خصو داير يتعاون نتيجة مع الكاروت مشات تتفرج يتجوز ما طاح وحده الحمد لله غانغ المركز الترويض الطبي أقد جاهز غانغ دايس مكتب الجمعية غانغ دايس تجهيزات غانغ دايس لا الكبار ولا الصغار بفضل المبادرة الوطنية حاليا انه دين اجن المشكل تنقرا من يعني هو انه غانغ اجن خصاص دي الاختصاصيين دي الترويض الطبي تقريبا كل جمعيه سجلت طاس عدد تنقرا وغانغ اتفاقيات شراكه الاطراف المعنيه كالاتفاقيه على اساس انه الطرف المعني دي مساله وزاره الصحه انه وهذا في التسك لحد الان تقريبا 18 شهر يعزم المركبه المركز الترويض الطبي وقت السكشه حاليا ونشي المجهودات دائما في اجتماعات مع السيد مندوب وزير الصحه بالناظور ديني وعود فقط دابا انا نشت من سنين زكا ما يوقع معايا نشا ومي يعزم مش هذا فاح غزايس بين زيتو غتقر ترويد ديال الناظر إتا سيدي وعا خفي ولا بودو كيدي غير حان المركوب روح حاسد ديال الخراس تماك يوارخو ني غصبح راه مش انا وسيق تسجل غدا نيتا ساعة خوذ من شهر ما منو ني والو كون عاد عدا بغت غزا ما يعزم مالا شا مازال عاد نترجى ان شاء الله مسؤولين غنغد فارشة نادى السقوطي الرسالة أنه المركز قد جاهز أنه جلالة الملك يعزم يكاجن جدا قال أنه دي إقليم نظور يعزم المركز الترويض أنه خصان خاصة تسن 8 يعني كمشروع ضم قلال دابو زغنغان والمعاقين أنه فاحنا ستص ولكن يبقى المشكل دائما أنه
باش انا زعما المركز هذا نجهز هذا نسمح انه وايت يشغل دور النص، وبالتالي نمشي كجمعيه ننادي يعني بشي دان ترى بشده انه هذا الغفان في اقرب الوقت ما حد المعاقين غير المنخرطين ما حد استفدنا الخدميه، ونمشي كجمعيه مستعدين انه دي عقد شراكات مستعدين لجميع الشروط انه زيد توفى في اطار ما حد المعاقين استفدنا الخدميه.